انا التقي بحضراتكم، انا استطرع ارائكم، ويكون لكم دور ايجابي وفاعل ومهم في اضافه او حذف او الغاء اي ماده مطروحه في مشروع التعديل. مشروع التعديل ليس وليد اليوم، وليس وليد فكر رئيس الوزراء، ولكن مشروع التعديل بدا في مارس 2013 وتكونت مبادره من بعض قيادات الوزراء تحت مسمى كيف تريد الوزراء ان يكون، وجابوا المحافظات والتقوا باللجان العامه وطلعوا الاراء وقدموا اقتراحات او قدموا مواد لتعديلها ولضبطها بما يشكل تقريبا لائحه. وضعنا هذا المشروع على بوابه الوقت سنه 2014، وارسلنا للمحافظات اكثر من خطاب يدرسوا المشروع وبعثنا لهم المشروع ويقولوا اراء، وتلقينا بالفعل اراء المحافظات اللي ارسلت وأوكلت إلى الدكتور ياسر حسان وإلى سيادة اللواء محمد الحسيني تجميع هذه الملاحظات كلها في يعني في 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 ورق أو أوراق، ومسكنا بقى الكل ده طبعنا بيه المشروع الجديد ده. أنا عايز أقول لحضراتكم الهدف من التعديل. الهدف من التعديل بداية ليس مقصود به أشخاص، وليس مقصود به مصالح لشخص دون شخص، أو لفريق قديم على حساب أو لفريق جديد على حساب فريق قديم. كل هذه الأمور لا وجود لها. توقيت التعديل حاولنا طبعا في ايام ما كان الاستاذ فؤاد بدراوي سكرتير عام ان احنا نلغي التعديل، وتصدق وزملائنا في الهيئه العليا اللي حاضرين وكانوا في ذلك الوقت ايضا اعضاء الهيئه العليا يذكروا كيف تصدى بعنف، وقال ان دي لائحه الدكتور وحيد رأفت، ولائحه الدكتور وحيد رأفت لا يمكن ان تعدل، وما عندناش حد زي الدكتور وحيد رأفت يضع مثل هذه الناس من 40 سنه من 78. وقتها كان الوقت بنتكلم ان الوقت ده خرج من رحم ثوره 19، ده النهارده خرج من رحم ثوره 19 وكان عنصرا اساسيا وفاعلا ودافعا لثوره 25 يناير، وعنصر فاعلا واساسيا في ثوره 30/6، وما اقدرش اتجاهل ثورتين وبيدرعوا في الوقت فيها. لو رئيس الوقت ايا كان رئيس الوقت اتاثر بهذا الامر يبقى لا يصلح ان يكون رئيس. والحمد لله يمكن حضراتكم شفتوا من 2010 وانا بتعرض لايه، والحمد لله عمري ما اتاثرت بالحق، وبالعكس كل زي سعد باشا زمان رحمه الله عليه الزعيم العظيم، كانت السيده صفيه زغلول بتنزعج من الهجوم عليه في الصحف اللي هي كانت بتمثل الاعلام في ذلك الوقت، فكان بيجيب الصحف اللي تهجم فيها ويضعها على الارض ويقف ضدها، وكان يقول لها كلما ازداد الهجوم وازداد عدد هذه الصحف كلما ازداد رفعه وارتفاعا. فدي احنا مدرسه، احنا تراث ورثناه. انا عندي يحيى فلان زي يحيى فلان بالظبط تستوي، لكن الحقيقه عثر عليا او يعثر عليا انهم اثنين او ثلاثه زملاء بعتز بيهم جدا، ومن الناس اللي انا بحبهم جدا. لما واحد يشبه رئيس الوقت بعيد امين او شيستو، يشبه رئيس الوقت بانه بيطرح افكار شيعيه وافكار مش عارف ايه ومجلس شيعي ومجلس مكتسبات الثوره، كلامه يطلع في وسائل الاعلام على انه ده راي قياده كبيره في الوقت. الحقيقه انا ما بلومش على حد ولا هحاسب حد، لكن انا بتكلم مع حضراتكم عشان تبقى قدامكم الرؤيه واضحه، لان في النهايه حسم اللائحه وحسم التعديلات او رفضها او قبولها هو قرار
انتخابات رئاسة الوفد، تشكيل تيار الإصلاح، وتشكيل مش عارف إيه، وكنا دخلنا في معارك. وطبعاً التشكيلات دي كلها تشكيلات من قبل يعني كلنا عارفين ما كانتش تشكيلات طبعاً من الوفد، وحصل اقتحام الوفد ومش اقتحام الوفد، فكنا في معارك شغلانة عن الشأن الداخلي. وكان مقصود طبعاً استنزاف قوة الوفد ومواقف الوفد في هذه المعارك. إحنا دلوقتي اللي بيقول ليه التوقيت؟ ده أنسب توقيت. إحنا عندنا انتخابات محلية مشغولين بيها، ولا عندنا انتخابات نيابية مشغولين بيها، ولا عندنا معارك سياسية بنخوضها. إحنا في حالة بيات سياسي شتوي. بقالنا فترة وهنظل إلى فترات. وبالتالي ايه المانع ان احنا ننتبه للشان الداخلي؟ ايه اللي يمنعنا ان احنا نبص لحزبنا ونعيد تنظيم حزبنا ونعيد لائحه الحزب ونعيد كل حاجه جوه الحزب؟ هو ده الهدف. انا هوزع على حضراتكم رايحه مختصره من الهدف من استحداث وتعديل بعض مواد اللائحه. الدباب اللي اعتقد حضراتكم قريبه، وهنا دي بتحدد ثوابت الوفد، وهي مأخوذة من اللائحة القديمة، أضيف إليها بعض التحسينات، وأضيف إليها ثورة 25 يناير و30 سبتمبر.